التونسية مواجهة حسم صدارة المجموعة الرابعة بين الترجي التونسي وملاحقي شباب بلوزداد الجزائري. تحضيرات الفريقين للمباراة في سياق تقرير نافع بن عاشور من تونس. بلقاء الأجوار بين صاحب الأرض والصدارة الترجي التونسي وملاحقه شباب بلوزداد الجزائري، سيسدل الستار سهرة السبت في رادس على فعاليات المجموعة الرابعة من دور أبطال أفريقيا في مباراة يدخلها شيخ الأندية التونسية بفرصتي الفوز والتعادل من أجل الصعود إلى الدور ربع النهائي على رأس المجموعة، في مباراة ستشهد عديد الغيابات في تشكيل الدم والذهب مع بدء الجهاز الفني التفكير في ذهاب ربع النهائي بعد 3 أسابيع. 4 غيابات مؤثرة، لكن احنا حاضرين نازلين الملعب باش نفوزوا. طبعا نبيل كوكي يعرف بالقدا الترجي، احنا نعرفوا بالقدا هذا فريق بلوزداد، ومش تكون مباراة حماسية على أعلى مستوى كما مباراة الذهاب. من الجهة المقابلة وبعد حجز مقعد في دور الثمانية الكبار قاريا للعام الثالث على التوالي، سيدخل رجال المدرب التونسي نبيل الكوكي المباراة من دون ضغوطات بحثا عن فوز سيكون تاريخيا إن تحقق للفريق بعد السقوط في فخ الترجي في آخر تنقلين إلى راديس في الموسمين الماضيين. الهدف هو ديما الهدف، معناه إذا كان تربي أنت من لاعبيتك أو خاصة اللاعبين تاعك المجموعة تاعك تربى على حب الانتصار في أي مقابلة حتى مباراة ودية، فما بالك مباراة معناها ديربي ضد ترجي ومباراة جيران معناها وفيها مرتبة أولى كمان فيها رهان، أكيد جدا أنه الهدف منها والرغبة هو معناها تحقيق نتيجة إيجابية، هذه ما فيش حتى شك. ومن بعد الانتصار بيان سور 3 نقاط يهمونا، من بعد معناها نحن والمقابلة كيفاش الدور هذيك حاجة بعد نشوفوها إن شاء الله غدوة. ديربي الجرعين بين الترجي وبلوزداد هنا في رادس يحتفظ بإثارته بالرغم من ضمان الفريقين للتأهل إلى الدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية، فصدارة المجموعة تعد مهمة بالنسبة للناديين. نافع بن عاشور، بي إن سبورتس، تونس.